اليوم اريد احكي عن شيبا، شيبا اينو ودوش كوين وفلوكي، وليش فلوكي يمكن تكون احسنهم حاليا كاستثمار يجيب ارباح، وليش يعني مثلا انا البارحه اشتريت باكثر مبلغ مشتري بيه فلوكي. طبعا معظمكم يعرفون انه هاي العملات يسموها ميم كوينز، بدأت ويا دوش كوين اللي سووها كمزحه، بس بقيه الكريبتو الميم اللي صارت وراها تميزت عن الدوش كوين بشغلات معينه. راح اتكلم عن الدوج والشيبا، وبالاخير اشرح لكم ليش فلوكي يعني برايي الشخصي حاليا افضل من الاثنين وممكن تجيب ارباح اكثر. بس اولا هاي الحلقه برعايه منصه ايفست لتداول الاسهم والسلع والعملات وقريبا العملات الرقميه. هاي المنصه هي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، بها يعني بها ادوات تدريب، ودائما عندهم عروض مميزه وسخيه للمشتركين الجدد جدد ياخذون عليها بونصات لما يشتركون لاول مره، وايضا حساب ديمو ما يكلف اي شيء، اي واحد يقدر يبدي بيه تستعملوه للتدريب، وتستعملون تداول مبلغ 35000 دولار افتراضي تشترون بيه اسهم وسلع ومؤشرات. خلينا نرجع للميم كوين. طبعا انا تكلمت من زمان عن دوش كوين لما كان 3 سنتات، اللي دوش كوين سووا 2 مبرمجين كمسحة للاستهزاء بالكريبتو، بس صعد وصارت قيمة السوقية بالمليارات ورا ما صارت يعني حملة عليه من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأوا يشتروه، وإيلون ماسك تكلم عنه ودخل منصات مهمة مثل روبن هود. بس رغم انه الدوش كوين قيمتها السوقية عالية، بس جت وراها عملات مثل شيبا اينو وحتى فلوكي، وهذول موضوعهم شوية يختلف. شيبا اينو او الشيب سووه على اساس يعبرون قيمة الدوش كوين السوقية بدون ما يوصل قيمة الشيبا اينو الواحد حتى السنت واحد. بنوها على شبكة الايثيريوم وسموها الدوج كيلر، قاتل الدوج كوين. بينما منك الدوج كوين مبنية على اللايت كوين اللي هي مبنية على بيتكوين، بصراحة هي مو منصات قوية كمشاريع. الدوج كوين ما بي اي مشروع، ما بي اي يوتيليتي، بس اكو كم مكان ممكن يعني تستخدمها بها. مثلا مارك كيوبن سمح بشراء بطاقات نادية داس مافريك بالدوج كوين، بس ماكو يعني شراء قوي بصراحة. وهو نفسه مارك كيوبن الملياردير الشهير اللي يملك الفريق واللي شجع على يعني شراء الدوج كوين، هو نفسه يقول أنا عندي بس 1500 دولار دوج كوين، كان عنده 500 يقول بقى أضفت لها 1000 دولار لخ. الدوج كوين أساسا ما بي عدد معين من التوكنز، يعني يبقون يضخون، يعني عملة مثل ما يقولون inflationary، يعني يصير بها تضخم. بالمقابل عندنا شيبا إينو اللي يعني صعدة قوية قبل كم أسبوع. شيبا يعني صعد بالبداية يعني قبل كم شهر لما اندرجت بمنصة باينانس علق سعرها، وراها نزل، وهالأيام رجع صعد ليصعد يعني أضعاف. قال أحكيكم ليش الشيبا إينو تميز عن الدوج كوين. أولا لما نزلت كان عددها كوادريليون، يعني رقم ما أعرف حتى بالعربي شون شي يسموه، 15 صفر، أتصور 15 صفر إذا مو أكثر. حتى مايكل بيري المستثمر الشهير اللي تعرفوه حاجين عليه بحلقات سابقة ضحك عليها بشكل غير مباشر وقال يعني ما لها قيمة لأنه عددها يعني كبير كلش، فهو عدد ضخم جدا. بس الفريق انطى نصها لفيتاليك بوتيرين مصمم الإيثيريوم كهدية بدون سبب، هو راح تبرع بها لحملة صار محاربة الكورونا بالهند، يعني ما راد يكون إلى دخل بالموضوع. بقى نصها 500 تريليون، يعني نصها حرقوها، ولما تحرق الكوينات وتشيلها من التداول سعرها اكيد يعني يصعد. هاي الشغلة يعني صارت من البداية لما درجوها بمنصة باينانس. بس هاي العملة ما تزيد مثل الدوج كوين، هاي 500 تريليون يمكن يحرقون بعد وتصير اقل، بس هي ما تزيد عن 500 تريليون مو مثل الدوج كوين. الدوج كوين يبقون يضخون، عكس الدوج كوين ايضا عندهم مشاريع، يعني عندهم يوتيليتي بدأت عليها مثل الشيبا سواب والNFT اللي مفروض يبدوه قريبا، ما ادري اذا بدوه او لا، ومجموعة مشاريع يعني يوتيليتي اخرى قاموا يعني يبدون بيها، وهذا ميز عن الدوج كوين اللي ما بيها اي مشروع. الصعدة القوية هالايام يمكن تكون بسبب شغلتين، يمكن بسبب تغريدة ايلون ماسك وصورة الكلب الشيبا اينو مالتا يعني وراها صعدت. بس اتصور الشيء الاهم كان الاشاعة القوية انه منصة روبن هود تريد تدرجها عندهم. وإذا أنتم ما تعرفون منه روبن هود، ما عندكم معلومات، في منصة روبن هود هي من يعني أسهل المنصات للتداول، وهي بدون شك يعني صعدت الدوج كوين إلى يعني
وصل فوق 70 سنت قبل ما ينزل ويستقر بالعشرينات. يعني إذا دخلت بروبن هود هذا خبر ممتاز، لذلك الناس يعني تشتري قبل ما تندرج ويصعد سعرها، ذلك صعد. زين نجي على الفلوكي. اللي ميز فلوكي عن دولة عن شيبا عن الدوش كوين انه فريقهم تعلم من تجارب دوش كوين وشيبا وبدأ يسوي اشياء بشكل افضل واسرع. فالفكرة اللي بنوها كانت على اساس الدعاية الغير مباشرة من ايلون ماسك لما قال انه حسميه كلبي فلوكي. الفكرة هذه كانت قوية، الفريق بقى يؤمن بيها وواجهوا كل التحديات، يعني مجموعة شغلات سووها حتى يقوون الفلوكي ونجحت، رغم انه ما مندرجة بمنصات مركزية يعني صعد سعرها بشكل كبير. وراها بدأت تندرج منصات مركزية مثل هاتبيت، مثل البانك، منصة الأهم اللي هي جيت آيو، وقبل أيام أيضا منصة جديدة اسمها بولونيكس. فإن هاي الشغلات إدراجها بهاي المنصات مو سهلة. فريق أيضا سوى محفظة خاصة للتسويق، لما تشتري وتبيع جزء من المبلغ هذا يروح للتسويق، وبسبب التداول الكبير بالفلوكي هالمحفظة لتكبر وميزانيتهم للماركتين التسويق لتزيد، وهذا أهم شيء على الإطلاق لهذا النوع من الكريبتو، لازم عندك تسويق وماركتين قوي. الفريق اللي يشتغل خلف فلوكي اللي هم من يعني أماكن مختلفة بيصرفون هالمبالغ بشكل يعني ما شايفه من قبل بأي حملة إعلانية اللي ما تتوقف. هاي الأيام ما يمر يوم يوماً إلا ما نسمع أنه يعلنون مكان معين، لأنه هذا النوع من الكريبتو ينراد له صرف. كل ما تصرف على التسويق كل ما الناس جدد يشوفوا وناس جدد يعني يشترون، ولما يشترون طبعاً سعرها يصعد. الفريق حط إعلانات أمام مراكز إيلون ماسك، حط إعلانات على باصات 200-300 باص، صار 200 باص بلندن بالأندرغراوند. هسه ما تقدر تروح للأندرغراوند المترو مع لندن إذا ما تشوف إعلان يقول لك إذا فاتك استثمار بدوش كوين استثمر بفلوكي. بأمريكا عندهم يعني إعلانات بكل مكان، بالتايم سكوير، بنص نيويورك، المكان اللي يزور الملايين ويبقى لمدة 3 أشهر هذا الإعلان خلال أعياد ميلاد السنة ونهاية السنة، وهذا مكان بهالوقت يملي بشر. أيضا بالمترو بنيويورك، والحملات ده تتزايد يوميا بإسبانيا، بهولندا، ألمانيا، بإيرلندا، حجزوا مواقع بالبوردات ضخمة للإعلان، يعني بدوا يغزون أوروبا والشرق الأوسط بالطريق حسب ما وصلتني الأخبار. وأكو مشروع تسويق أيضا ماركتين دي يشتغلون عليه، هو صعب بس توقعوا قريبا مكان هواية من عندكم أنتوا تشوفوا. فريق سوى اتفاق ويا أخو إيلون ماسك ومنظمته مليون جاردن موفمنت، وصارت يعني بيناتهم علاقة قوية، وحتى هو قام يشكرهم علنيا. طبعا سووا الـ NFT 10,000 صورة للفلوكي سووهم بعد خلال نص ساعة، برعوا بيها لمنظمة كيمبل ماسك أخو إيلون ماسك، وجمعوا $1.5 مليون تقريبا. يعني وهذا أيضا قوى الإشاعة اللي تقول إيلون ماسك إلى علاقة بالموضوع بدون ما يتكلم، لأنه تصور إذا يعني تصير عليه تداعيات إذا تكلم وقال يعني هاي مالتي أو أني إلي علاقة بها. بس هواي يقولون يعني ما معقولة ما إلى علاقة بالموضوع، لأنه يعني حط هواي تغريدات ويتكلم عن فلوكي بطريقة غير مباشرة. أيضا على نوع لعبة الميتافيرس اسمها فالهالا، وهذا مشروع جدا مهم أيضا دا يشتغلون عليه، ولما يخلص راح يعني يدفع قيمة سوقية يعني أكثر تزيد. وإذا إذا تريدها كعملة عندك تعان ويا كريبتو كارت، الموقع اللي يتيح الشراء بالفلوكي 1700 متجر منها مثل أمازون، أبل وغيرها. فهذا كله دي يصير بطريقة ذكية ومدروسة من الفريق اللي يشتغل خلف فلوكي، وبديتوا تشوفون سعرها يتضاعف ويتضاعف بين فترة وفترة، يوصل مكان جديد من قيمته السوقية. لما تكلمت بيه يمكن ما عندي 40-50 مليون، هسه ايش قد صار؟ 600 مليون اذا مو اكثر، يعني اضرب اللي اشتريته ب 10-12 فترة قياسية. هذا المهم. الان بعد هاي الحملات بدا يجذب انظار المنصات الضخمة مثل باينانس اللي هو الهدف الاكبر اللي ممكن يصعد القيمة السوقية اضعاف واضعاف. فهسه خليني اشرح لكم ببساطة ليش اشوف انه الفلوكي احسن من شيبا ومن الدوتش كوين. طبعا انا ما اقلل من عندهم، الاثنين عندهم قيمه سوقيه ضخمه، بس لما تفكر بيها، اولا دوش كوين
وصل هذا بعد جد 8 سنين 9 سنين وما بيها أي مشاريع، ما عندهم حملات إعلانية، بس لما درجت بروبن هود وغيرها يعني صادت قيمتها، وأيضا لأنه ما كان لها منافس بوقتها. بالجهة الأخرى شيبا صحيح عندهم مشاريع بس أيضا طولوا إلى ما يعني بدأوا يشتغلون عليها، وما عندهم حملات إعلانية مثل الفلوكي، يعني لحد الآن ما عندهم مثلا NFT. يقولون أوكي قريبا حيكون عندنا NFT، وهم أيضا مستفادين من إدراجها بباينانس، ويمكن قريبا روبنهود، هاي الإشاعات كبيرة. فلما نحكي على الفلوكي خلي عوف التحليل، عوفك من التحليل، يعتمد على المنطق لا أكثر ولا أقل. أنت تشوف الدوش كوين وصل لهذا المكان بعد 8 سنين، الشيبا إينو وصل هذا المكان بعد سنة، فليتكم أنتوا تحكوا لي من الأحسن. فلوكي صار لها 3-4 أشهر وصعدت بهذا الشكل، ضعفت مرات وكان أمامها تحديات ضخمة همينة، وبقت تقاوم وتصعد. عندهم NFT، عندهم اللعبة ميتافيرس أيضا هتكون NFT، وين ما تروح تشوف بالبوردات ودعايات ومدى يتوقفون. القصد يعني اللي سووه فلوكي بفترة قصيرة أفضل وأسرع من شيبا ومن دوش كوين، وإذا يبقون بهذا المنوال المستقبل جدا جدا مشرق. رغم كل هذا بعدهم يعني ما مندرجين بباينانس ولا روبن هود بعد خيلو، فبرأي غير بعدها رخيصة، وهالأيام أكو تخفيضات مثل ما أشوفها، يعني لأنه إذا اليوم إذا بعد شهرين لا محالة راح تندرج، وإذا اندرجت وإحنا ما عندنا فلوكي يعني بعد خلاص تصعد صعدة قوية، وهاي صعدات ما تشوفوها لأن وراها تقوم تستقر، لازم تنتظر أخبار جديدة مثلا NFT لعبة ومشاريع أخرى. الشيبا إنه هو مثال جيد حتى تعرف وين ممكن يوصل الفلوكي، وين حاليا الفلوكي. لما تشوف نجاحات مال شيبا من إدراجها هنا وهناك وتفكر بيها، فلوكي هستوها بدأت وما مندرجة بباينانس مثلا، يعني ينطيني قناعة بأنه يعني بعدها رخيصة. فالقصد يعني نشوفون شيبا يصعد لا تنزعجون وتغارون إذا عدكم فلوكي ما عدكم شيبا، لأنه هذا يبشر شغلات أحسن للفلوكي، لأنه نفس الطريق دا يمشون به بس حملات تسويقية أكبر ومستمرة، كل أسبوع نشوفهم بمكان جديد بالعالم. ولهذا البارحة أنا اشتريت فلوكي وعززت. طبعاً أكو أشياء أخرى ما أريد أتكلم بيها لأنه الحلقة صارت طويلة كلش، بس خلي نقول راح نعطي 1,000,000 فلوكي لأحد التعليقات بقرعة. ومن هسه أقول لكم يعني إذا اخترت واحد وما جاوب ما طاني عنوان، يعني خلينا نقول خلال 24 ساعة تروح عليه، فأسوي السحبة بعد كم يوم، ويمكن أسويها على إنستغرام أو تويتر، لذلك تابعوني هناك. ما هو تقرير NFP؟ هو تقرير شهري عن الوظائف الجديدة التي يتم استحداثها في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يساعد هذا التقرير متداولي فوركس؟ إنه يدلهم على حالة الدولار الذي يتأثر بالحالة الاقتصادية. حين يشير تقرير NFP إلى ارتفاع عدد الوظائف، فإن هذا يعتبر علامة تشجع على الشراء، وعندما يشير إلى انخفاض عدد الوظائف فهي علامة تشجع على البيع. كيف يتم التداول من خلال تقرير NFP؟ يتم إصدار تقرير NFP صباح الجمعة الأولى من كل شهر. بعد قراءة التقرير قم بالاطلاع على جداول البيانات لتحديد الاتجاهات السعرية وأسعارك المرغوبة. لكن تذكر، قد ينطوي تقرير NFP على مخاطر وتقلبات حادة، فاحرص على التداول بأمان.